للتعليق على الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار. أهلا بكم سيد باسل إلى استوديو الرافدين. يعني كيف تقرأ موقف روسيا من اتفاق خفض التصعيد؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة لطالما كان موقف روسيا بمسألة خفض التصعيد يعني متذبذب ولم يقتنع أي طرف بأن هناك رؤية استراتيجية باتجاه خفض التصعيد بما فيها روسيا نفسها التي صرحت أكثر من مرة أن مسألة خفض التصعيد مناطق المناطق خفض التصعيد هي مسألة مؤقتة وأنها عاجلة أو آجلا تنوي تسيير دوليات مشتركة أو إعادة النظام إلى بعض المناطق وما إلى ذلك. الذي حدث مؤخرا من انهيار اتفاق أستانا أو الفشل الذي حصل في اتفاق أستانا بعد أن كان المفترض أن يتم تشكيل لجنة دستورية أدى بشكل واضح إلى إعادة الأمور إلى مربع المواجهة بنسبة كبيرة، والأمور للأسف تسير نحو تصعيد أكبر وأكبر. ما هي جدية النظام والميليشيات لشن حملة على إدلب؟ ما هي جدية النظام بشن حملة عسكرية على إدلب؟ هجوم بري يعني. النظام منذ اليوم الأول للحراك في سوريا جاد في كل التحركات العسكرية التي يقوم بها. هو يعني لا يرعى أي وضع من الأوضاع، لا يعني يرعى وجود مدنيين أو هناك رفض شعبي لوجوده أو شيء آخر، وبالتالي هو لا يفوت أي فرصة لشن أي نوع من أنواع الهجمات العسكرية سواء كانت منها جوية برية شاملة صغيرة كبيرة وما إلى ذلك. الذي يعيق النظام في أي مرحلة من المراحل هو إما توازنات دولية من قبل حلفائه تضغط عليه للتوقف أو للتخفيف، أو في بعض المراحل كانت هناك الفصائل والتشكيلات العسكرية التي منعت النظام التقدم في أكثر من منطقة بما فيها الحملة الأخيرة التصعيد الأخير الذي نجح في رد النظام على أكثر من منطقة في حماة وأدلب. وبالتالي النظام لا يمكن نسأل عن جدياته من عدمه، هو دائما جاد بالعمل العسكري ولا يفوت أي فرصة لإلقاء أكبر قدر من الخسائر سواء كان في المدنيين أو غيرهم. ولكن ربما السؤال يكون أفضل عن إمكانية النظام فعليا لاجتياح منطقة مثل إدلب بالوضع الذي هي عليه أو حماة، وهذا أمر يبدو إلى الآن يعني صعب رغم الهجمة الكبيرة التي يمارسها النظام. نعم، في السياق يعني كيف ترى الموقف التركي في حال ما بدر النظام بعملية عسكرية بإدلب؟ يعني الأتراك في المناسبات السابقة رمحوا أو تحدثوا وصرحوا إلى أنهم يعني لن يتخلوا عن المناطق الموجودة فيها مناطق نقاط التواجد العسكرية يتواجدون فيها، وصرحوا أيضا بأنهم سيقفون إلى جانب ثوار في الدفاع عن أنفسهم. لكن في حالة في التصعيد الأخير الذي حصل الذي بدأ منذ قبيل اجتماع أستانا وحتى الآن لا يوجد أي تصريحات رسمية تركية بهذا الاتجاه، وهو ما يثير كثير من الشكوك والريبة لدى الكثير من الأطراف. لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نحكم على الموقف التركي بدون تصريحات رسمية إلى الآن. التحركات العسكرية التركية واضح أنها تعزز التواجد العسكري باستمرار، وهناك تحركات عسكرية تتحرك دائما باتجاه الحدود، لكن مؤخرا النظام قصف نقطة عسكرية تركية ولم يكن هناك رد مناسب تركي إلى الآن. نعم، الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.